البوليت جورنال أو المذكرة النقطية عبارة عن أداة تنظيم ورقي صممها الأمريكي رايدر كارول. تقوم فكرته على تصميم مذكرة تخطيط بحيث تستوعب جميع المواعيد والملاحظات والأهداف الشخصية والمهنية الخاصة بنا في مكان واحد وبطريقة مبتكرة تسمح بسهولة للاطلاع والتتبع والتقويم. ما هي الأدوات التي سنحتاجها لإنجاز المذكرة النقطية أو البوليت جورنال؟ إنجاز البوليت جورنال غير مكلف ولا يحتاج إلا بعض الوسائل البسيطة ومتاحة وموجودة في المكتبات: مذكرة أو دفتر مسطر أو منقط، أقلام حبر من جميع الألوان، مسطرة، تقويم ميلادي أو هجري للسنة الجارية. يذكر أن هذه القائمة ليست على سبيل الحصر، فمع احتكاككم اليومي بالبوليت جورنال ستبدعون حتما في استخدام وسائل جديدة تساعدكم على المزيد من التنظيم والتتبع والتقويم. تعد المذكرة النقطية أو البوليت جورنال الشخصية نظاما سريعا ومرنا يساعدك في متابعة الأهداف قصيرة وطويلة المدى، حيث تقوم بتقسيم المذكرة إلى أقسام شهرية وأسبوعية وسنوية، ومن هنا يمكنك متابعة كل ما تحتاج إنجازه بالإضافة إلى تدوين الأحداث والمناسبات الهامة. عندما تبدأ بتصميم المذكرة النقطية قد تجد الأمر مربكا بعض الشيء، ولكن بالصبر وبذل المجهود والطاقة ستجد أنها طريقة مذهلة لتظل منظمة. 1. الإلمام بالأساسيات. احضر مفكرة مناسبة. ليس من الضروري أن تكون المفكرة رائعة الشكل، تحتاج فقط إلى مفكرة يسهل التحرك بها من مكان لآخر. ستفي مثلا المفكرات الجلدية الكلاسيكية بالغرض إذا توفرت لديك واحدة. لا تحتاج إلى مفكرة مزخرفة ومقسمة، لأنك ستقوم بتنظيم المفكرة بنفسك. يمكنك إضفاء طابع شخصي على مفكرتك. على سبيل المثال، إن كنت من محبي اللون الأزرق، اشتري مفكرة زرقاء اللون. ليس من الضروري أن تلتزم بإحضار مفكرة بها سطور. يمكنك استخدام مفكرة منقطة أو مفكرة بها مربعات أو حتى مفكرة فارغة الصفحات تماما، لك مطلق الحرية في ذلك. انشئ فهرسا رقم صفحات المفكرة، حيث سيساعدك الفهرس في معرفة مكان كل قسم. سيكون فهرسك هو أول صفحتين يقعان أمام بعضهما البعض. فقط اكتب فهرس أعلى الصفحتين لتبدأ إنشاؤه. يمكنك استخدام قلم رصاص أو جاف بأي لون تختاره. سيكون القلم الجاف أوضح وتكون الألوان الغامقة أسهل في القراءة عامة. 3. اصنع سجل المستقبل. ستكون الصفحة الفارغة التالية هي سجل المستقبل الخاص بك. يتيح لك هذا السجل منحك نظرة عامة عن المهام التي ستحتاج إلى إتمامها خلال الشهور الست المقبلة. يتضمن هذا السجل عرض تفصيلي لكل شهر به الأحداث والمهام والأهداف الخاصة بهذا الشهر. لكي تبدأ إنشاء السجل، احسب عدد سطور الورقة وقسمها على 3. على سبيل المثال، إن كانت تحتوي الصفحة على 24 سطر، اصنع 3 أقسام في كل صفحة بحيث يحتوي كل قسم على 8 أسطر. استخدم المسطرة لرسم 3 خطوط مستقيمة في الصفحة بحيث تقسمها الخطوط إلى 3 أجزاء متساوية. 4. أسماء الست شهور المقبلة يقل في كل قسم. على سبيل المثال، إن كنت تستخدم المفكرة النقطية للسنة الجديدة، اكتب يناير في المربع الأول ثم فبراير وهكذا. اكتب أرقام الصفحات على جوانب كل صفحة
بما أن هذا السجل هو أول قسم في مفكرتك النقطية، يجب أن تكون أرقام الصفحات هي 1 و2. عد إلى الفهرس واكتب مثلا سجل المستقبل 1، 2، 5. أضف سجلا شهريا. انتقل إلى الصفحة التالية في المفكرة، ستكون تلك هي السجل الشهري الخاص بك، وسيتمثل دوره في إعطائك نظرة عامة عن الشهر المقبل. ابدأ بالشهر الحالي واكتب اسم الشهر على الصفحتين. في الصفحة الموجودة على اليسار اكتب كل تواريخ الشهر. بعد الانتهاء اكتب أيام الأسبوع بجانب الرقم، على سبيل المثال اكتب الأحد 1 يناير. في الصفحة الموجودة جهة اليمين اكتب باختصار قائمة مهام الشهر باستخدام نقاط الشهر. اكتب قائمة بكل الأهداف التي تود تنفيذها وأي فواتير يتعين عليك دفعها وأي مواعيد نهائية تحتاج للالتزام بها. على سبيل المثال قد تشتمل تلك المهام على دفع فاتورة الإنترنت والانتهاء من مسودة ورقم التعبير. حدث الفهرس. عندما تنتهي مما سبق قم بترقيم الصفحات. عد إلى الفهرس وأضف السجل الشهري إليه. على سبيل المثال اكتب سجل شهر يناير 3 و4. 7. أضف سجلا يوميا. انتقل إلى الصفحة التالية ودون تاريخ اليوم على الصفحة. مستخدما نقاط صغيرة اكتب الأشياء التي تحتاج إلى إنجازها في هذا اليوم والمهام التي انتهيت منها أو أي شيء مهم حدث في ذلك اليوم. استخدم أي عدد من الخطوط لتسجيل يومك عندما ينتهي هذا اليوم. دون يومك الجديد في السطر التالي. يجب أن تكون المفكرة النقطية مختصرة بقدر الإمكان، لذلك حاول استخدام جمل بسيطة وصغيرة. على سبيل المثال لا تقل اليوم قمت بإجراء مكالمة تليفونية مع الطبيب البيطري لمناقشته حول تطعيمات القط بما فيها لقاح داء الكلب الذي حل موعده. بدلا من ذلك كله اكتب بكل بساطة مكالمة الطبيب البيطري للسؤال عن تطعيمات القط. لقاح داء الكلب مهم. ذلك باختصار. إنشاء نظامك الشخصي الخاص. استخدم المحددات المناسبة لك. تمثل المحددات أنواع النقاط التي تستخدمها في المفكرة النقطية. لا توجد قواعد موضوعة بشأن تلك المحددات، كما أنها تعتمد بشكل كبير على أنواع الأحداث التي تختار أنت متابعتها في مفكرتك. يمكنك تقسيم تلك الأحداث حسب نوعها. على سبيل المثال العمل والدراسة والفواتير وأمورك الشخصية ومشاريعك الإبداعية وما إلى ذلك. يجب أن يكون لك نوع رمزا خاص به يشير إلى نوعه. من الأفضل استخدام أقل عدد ممكن من الأنواع لتلافي حدوث أي خلط. على سبيل المثال قد يشار إلى الأهداف الإبداعية بنجمة وإلى العمل بنقطة المفكرة التقليدية. يمكنك اختيار سهما للهوايات وللفواتير رمز جنيه صغير وللأمور الشخصية رمز قلب مثلا. استخدم المحددات الخاصة بك أثناء متابعة أهدافك داخل التقويم اليومي. اكتب مثلا حرف S دفع فاتورة الإنترنت اليوم للإشارة إلى مهمة دفع الفاتورة. نظم أهداف الشهر حسب التصنيفات. قد يساعد ذلك أيضا في تصنيف أهداف الشهر في سجلك الشهري. بدلا من أن يكون لديك قائمة بنقاط المفكرة تجمع كل ما تحتاجه سويا، نظم ذلك بشكل أكبر وقسم مهامك حسب النوع. على سبيل المثال يمكنك كتابة عناوين مثل أهداف الصحة واللياقة البدنية والمواعيد النهائية ومواعيد الاستحقاق وأهداف مهنية
وأهداف إبداعية. اكتب المهام أسفل كل فئة مرتبطة بها. يمكنك كتابة مهام مثل زيارة صالة الألعاب الرياضية 12 مرة هذا الشهر، أسفل أهداف الوزن واللياقة البدنية. احفظ مجموعات للأشياء في نهاية المفكرة. تمثل تلك المجموعات قوائم مهام كبيرة لما تود إنهاؤه على مدار عام كامل. تتضمن تلك المعلومات بشكل أساسي أي شيء لا يتم إدراجه كسجل. على سبيل المثال، من الممكن أن تشمل تلك المجموعات الكتب التي تود قراءتها والأفلام وبرامج التلفزيون التي تود مشاهدتها والوصفات التي ترغب في تجربتها وما إلى ذلك. من الجيد أن تملأ تلك الصفحة بكل الأفكار التي تطرق على بالك، ويمكنك العودة إليها متى أردت الحصول على الإلهام. على سبيل المثال، إن اقترح عليك زميل اسم كتاب، اكتب اسمه في قسم الكتب التي أود قراءتها داخل صفحة المجموعات تلك. وعند اختيارك كتاب جديد لقراءته، ارجع إلى هذا القسم لتتذكر هذا الترشيح. اكتب جميع الأحداث اليومية التي تهمك، وأثناء متابعة سجلك اليومي املأه بالأحداث المتعلقة بتفضيلاتك. ويعتمد هذا بشكل أساسي على سبب اقتنائك للمفكرة من الأساس. فإن كنت تستخدم المفكرة لتنظيم أهداف متعلقة بالعمل مثلا، يمكنك كتابة ما يحدث في العمل بشكل يومي. بالرغم من ذلك، ليس من المفترض أن تكون المفكرة مهنية بشكل كامل، حيث بإمكانك أيضا تسجيل أحداث يومية أسعدتك. يمكنك تدوين مثلا، أحضر لي صديقا قهوة أثناء استراحة الغداء، تذكر استخدام المحددات الخاصة بك أثناء كتابتك في المفكرة. استخدم المفكرة أو استخدام المفكرة النقطية بانتظام. اشطب على العناصر التي أتممتها، وعندما تنتهي من مهمة ما، عد إلى السجل الشهري واشطب عليها في قائمة المهام الكبيرة. ستساعدك تلك الطريقة في متابعة ما قمت بإنجازه والأشياء التي لا تزال بحاجة إلى إنجازها في الشهر القادم. انقل المهام الهامة غير المنجزة إلى الشهر القادم. في نهاية كل شهر، راجع السجل الشهري واليومي، وانظر أي المهام قمت بإتمامها وأيها ما زالت تحتاج للإتمام. اصنع سجلا شهريا ويوميا جديدين كما فعلت من قبل، وانقل المهام غير المنفذة إلى السجل التالي. بالرغم من ذلك، لا تحتاج إلى نقل جميع المهام إلى الشهر القادم. فإن وجدت مهمة ما لم تعد مهمة ولا تستحق وقتك، أو أن الوقت أصبح متأخرا لإنجازها، اشطبها تماما. سيساعدك ذلك على البقاء منظمة. أضف الأهداف طويلة المدى إلى السجل المستقبلي. ستحتاج بالطبع إلى الاستمرار في بناء سجل المستقبل بمرور الوقت. أثناء إلقائك نظرة على السجل اليومي والشهري للشهر الأخير، انظر إلى أي المهام المتضمنة فيه طويلة المدى. على سبيل المثال، إن كنت تعمل على أطروحة دراسات عليا، ستظهر المهام المتعلقة بها على الأغلب في السجلات الخاصة بك على مر الوقت. أضف الأشياء إلى السجل حسب احتياجك. على سبيل المثال، قسم الأطروحة إلى أهداف صغيرة ودونهم في السجل المستقبلي. فقط تكتب إنهاء المسودة في شهر فبراير ومراجعة المسودة في شهر مارس. اكتب ملاحظات حول المشاريع الخاصة بك في النهاية، قد يساعدك ذلك في إنشاء سجل أو قائمة للمشروع في نهاية المفكرة النقطية. سيساعدك ذلك في متابعة المشاريع طويلة المدى. يمكنك إنشاء قائمة وتسميها على سبيل المثال مشاريع سنوية
فخلال مراجعتك لكل سجل شهري، عد إلى تلك القائمة حيث سيساعدك ذلك في تذكر أي أهداف قصيرة المدى وفقاً للمشاريع طويلة المدى التي يجب عليك إضافتها كل شهر. على سبيل المثال، إن كان هدفك طويل المدى هو أن تستطيع الجري لمدة 30 دقيقة دون توقف، يمكنك وضع زيادة وقت للجري إلى 15 دقيقة كهدف لأحد الشهور. يجب أن تكون الكتابة مختصرة وفي صميم الموضوع، وإلا سيتعارض ذلك مع غرض أن يكون الأمر سهلاً وسريعاً. لا تهتم كثيرا بتزيين المفكرة، ولا سيما إن كنت مبتدئا سيستغرق الأمر منك وقتا كي تستخدم المفكرة، ويمكنك تجربة أشكال مختلفة للتزيين بعد مرور شهور من استخدامك للمفكرة.